في الفيديو ده هنتكلم عن البايزيان ابروتش عشان نحل مسألة السيكوينشال ديتكشن. هيبقى عندنا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ثريشولدز، بس اتنين ثريشولدز مش واحد بس. وبيزيكلي لو احنا عدينا الثريشولد اللي فوق او نزلنا تحت الثريشولد اللي تحت هنقول H0 او H1، لكن لو جالنا الديسيجن استاتستيك ما بين الاتنين ثريشولدز اللي هنعمله ان احنا هناخد قرار to continue او ان احنا to collect one more observation. الديسيجن statistic اللي انا هستخدمه وانا بشرح في الفيديو ده هيكون هو الفا ام 1 ماينس باي ام. باي ام اللي انا استخدمتها في الفيديو اللي فات، فالفا ام هو عباره عن البوستيريور probability للهايبوثيسز اتش 1 جيفن الاوبزرفيشنز ار 1 ار 2 لغايه ار ام. تمام؟ ممكن على فكره كنت استخدم الباي ام، والكلام هيبقى هو هو زي اللي هقوله في الفيديو ده مع تعديلات بسيطه تعتبر تعديلات سطحيه مش عميقه يعني، لكن الافكار الاساسيه هي هي بغض النظر عن انت استخدمت البوستيريور بروبابيلتي جيفن اتش 1 البوستيريور بروبابيلتي لاتش 1 جيفن الاوبزرفيشنز ولا البوستيريور بروبابيلتي لاتش 0 جيفن الاوبزرفيشنز. زي ما قلنا الفيديو اللي فات عملنا الكلام في الفيديو اللي فات على الباي، ممكن بمنتهى السهوله نقول نفس الكلام بالنسبه للالفا، ان انت لو عندك البوستيريور بروبابيلتي كونديشند على الاوبزرفيشنز ار 1 ار 2 لغايه ار ام تقدر تحسبها بدلاله البوستيريور بروبابيلتي للهايبوثيسز اتش 1 لو احنا عندنا الاوبزرفيشنز ار 1 ار 2 لغايه ار ام ماينس 1. تمام؟ برضه عشان تبقى متخيل السيستم ده بيشتغل ازاي، انت في الاول هيكون عندك ليتس سي الفا 0 اللي هي البراير بروبابيلتي للهايبوثيسز اتش 1. هتعمل ايه؟ هتاخد اول اوبزرفيشن اللي هي عباره عن ار 1. بما انك عارف البراير، تمام، واحنا هنا بنفترض ان ده بايزيان ابروتش فهنفترض ان البراير معروف، نقدر نحسب الالفا 1. فده هيكون عباره عن اللايكلي هود لار 1 جيفن اتش 1، تمام، ده مضروب في الالفا 0 مقسوم على اللايكلي هود لار 1 جيفن اتش 0 في 1 ناقص الفا 0 اللي هو هيكون البراير بتاع الهايبوثيسز اتش 0، تمام، وزائد اللايكلي هود جيفن اتش 1 في الفا 0. تمام؟ فهنحسب الالفا 1، بعد كده الالفا 1 دي هنقارنها بالثريشولدز اللي احنا اتكلمنا عنهم، وهناخد قرار لا اما اتش 0 ونقف، لا اما اتش 1 ونقف، لا اما مش هناخد قرار ان فيفور اوف ايذر هايبوثيسز، والقرار بتاعنا هيكون تو تيك الاوبزرفيشن الثانيه اللي هي عباره عن الار 2. طب اما تجيلنا الار 2 هنعمل ايه؟ اما تجيلنا الار 2 هنحسب الايه؟ هنحسب الالفا 2 بدلاله الايه؟ بدلاله الالفا 1 وهكذا. وبرضه هنقارن ما بين الثريشولدز، تمام، اللي موجودين عندنا، وهناخد قرار اتش 0 او اتش 1 او كونتينيو وهكذا لغايه اما هنوصل لان اوبزرفيشنز. ده خلاص اكبر عدد من الاوبزرفيشنز مسموح لنا ناخده في السيستم ده. تمام؟ في ايديالايزيشن للسيكوينشال ديتكشن بتفترض فيه ان الان او عدد الاوبزرفيشنز الماكسيمم اللي انت ممكن تلمه او تجمعه انفينيتي، بيسموها الانفينيت هورايزون بروبلم. تمام؟ ده طبعا ايديالايزيشن، يعني ان برنسبل انت ممكن تلم اوبزرفيشنز زي ما انت عايز لغايه اما تاخد قرار ان فيفر اوف اتش 0 او اتش 1، لكن الحاله البراكتيكال طبعا هتكون فيها فاينايت هورايزون. مهما كان الفاينايت هورايزون ده كبير، يعني هيبقى في عدد ان اللي هو لو انت وصلت لان اوبزرفيشنز فانت مضطر بقى ان انت تاخد قرار ما بين اتش 0 واتش 1، ومش هتقدر تعمل الديسيجن الثالث اللي هو ان انت تاخد وان مور اوبزرفيشن. تمام. طيب دلوقتي احنا عايزين نجيب الثريشولدز، هي بقى اللعبه، هو الديتكشن، احنا كل مسائل الديتكشن هي عباره عن ان انت عايز يبقى في ايدك ديسيجن ستاتستيك ريزونبل، تمام، وبيحقق لك اوبتيماليتي بشكل او باخر. مثلا انت عايز تمينيمايز الايه؟ تمينيمايز الريسك، او عايز مثلا تحقق ان انت تماكسمايز البي ديتكشن فور سيرتن سبيسيفايد فورس الارم، تمام، والديسيجن ستاتستكس ده بتقارنه بالثريشولد، او هنا في حالتنا دي هيكون اثنين ثريشولدز. وزي ما قلنا ان جنرال الاثنين ثريشولدز دول في السيكونشال ديتكشن
هيكونوا بيتغيروا كمان مع الستيج اللي انت فيها. يعني التو ثريشولدز اللي انت هتستخدمهم بعد ما هتاخد الاوبزرفيشن الاولانيه ان برنسبل او ان جنرال ممكن يكونوا مختلفين على التو ثريشولدز اللي انت هتستخدمهم تمام، وبعد ما تاخد الاوبزرفيشن الثانيه وتحسب الكميه اللي اسمها الفا سبسكريبت 2 وهكذا. نبدا هنا ايه نقول، لو احنا عايزين نمينيمايز الريسك زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان انت ممكن تحسب الافريج كوست بتاعك لو انت عملت ديسيجن ان فيفر اوف اتش 0، والافريج كوست ده هنا هيكون سي 0 0 صح، الكوست ان انت تقول 0 والترو هايبوثيسس 0، فهتضرب الكلام ده في 1 ناقص الفا ام اللي هو عباره عن البوستيريور بروبابيلتي للهايبوثيسس اتش 0 جيفن ار 1 ار 2 لغايه ار ام زائد سي 0 1 ان انت هتقول 0 يبقى هتعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش 0 بس المره دي الترو هايبوثيسس هي اتش 1 فهتضرب في البوستيريور بروبابيلتي للـ H1 given R1 R2 لغاية Rm. ده الكوست. الناحية التانية هنا هو الكوست إن أنت إيه؟ الكوست إن أنت بيزيكلي تقول H1 وبرضه ممكن تكون الترو هايبوثيسيس هي H0 أو ممكن تكون هي عبارة عن H1. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت إن أنت لو أخدت المينيمم ما بين الاتنين دول ده هيقول لك يعني لو الكوست بتاع إن أنت تقول H0 أقل فهتقول H0. وعملنا كده سطرين ورينا فيهم يعني اوف يعني تو لاينز اوف سمبل الجبرا ورينا فيهم ان الكلام ده هيديك للكلاسيكال بايجن ريسك مينيمايزيشن اللي احنا اتكلمنا عليها في الحاله العاديه اما يكون عندك ايه عدد معين من السامبلز وبتعمل عليهم ديتكشن او بتستخدمهم عشان تحل مساله ديتكشن. طيب فانا الكميه دي مبدئيا كده هبتدي اسميها ان هي جي تمام جي، هحط سوبر سكريبت. السوبر سكريبت هو عباره عن الماكسيمم نمبر اوف اوبزرفيشنز اللي انا ممكن اجمعه، يبقى الان هنا هتكون هي الهورايزون بتاعك او هيتقال عليها ده عباره عن الماكسيمم نمبر اوف اوبزرفيشنز تمام that can be collected تمام. وانت في ستيج ام، ستيج ام معناها ان انت لميت ام اوبزرفيشنز، واكيد طبعا الام هتكون ايه؟ الام هتكون اصغر من او تساوي الان، والام اوبزرفيشنز دول هم ار 1 ار 2 لغايه ار ام. وهخلي الفانكشن دي فانكشن في الالفا اي فانكشن في الالفا ام اللي هو البوستيريور probability للهايبوثيسز اتش 1 جيفن ار 1 ار 2 لغايه ار ام. خلي بالك طبعا ان البوستيريور بتاع اتش 0 هيكون 1 ناقص الفا ام. كده لو انت حليت كده هيبقى عندك مساله اللي هي الريسك مينيمايزيشن، ريسك مينيمايزيشن عاديه. بس احنا انت هنا بتقارن بين قيمتين بتشوف مين فيهم الاقل عشان تحدد اتش 0 ولا اتش 1، بس احنا في السيكوينشال ديتكشن مش هنقدر نستخدم الكلام ده صح؟ الكلام ده ناقص لان انا محتاج ادخل بطريقه او باخرى ترم تالت. الترم التالت ده يقول لي ايه الكوست بتاع ان انا اكمل ان انا ما اعملش ديسيجن ان فيفر اوف اتش 0 او ان فيفر اوف اتش 1 وانما اكمل الكولكشن بتاع الاوبزرفيشنز، اخد وان مور اوبزرفيشن وبعد كده اشوف بقى هل ممكن اعمل ديسيجن ان فيفر اتش 0 اتش 1 ولا برضو اكمل وهكذا. يبقى هنا محتاج احط ترم تالت. يبقى في ترم هنا بيديني الكوست لو انت قلت اتش 0، ترم بيديني الكوست لو انت قلت اتش 1، انا محتاج بقى ترم تالت يقول لي الكوست لو انا كملت تمام. فهنا وي وونت تو موديفاي، يبقى عايزين نموديفاي الكلام ده. خلاص ده مش هينفع ده كسيكوينشال، مش هينفع سيكوينشال لان احنا قلنا السيكوينشال بيبقى عندك الاوبشن او الثيرد ديسيجن، الديسيجن او القرار الثالث هو ان انت ممكن تكمل تمام اللي هو تو كونتينيو. فهنفترض ان انت الابلكيشن بتاعك بيديك كوست للاوبتيننج اوف وان مور ميجرمنت، فان انت عشان تاخد اوبزرفيشن جديده ده هيكلفك سي. التكلفه سي دي ممكن تكون تتفسر حسب الايه؟ حسب السيستم اللي انت بتعمل له ديزاين، حسب الابلكيشن اللي انت بتشتغل عليه. يعني السي دي مثلا ممكن تكون عباره عن الكوست
اللي هو بتتكلفه انت اما بتعمل ديلي وانت بتعمل ديسيجن، لان انت اما تاخد اوبزرفيشن جديده ممكن اخد الاوبزرفيشن الجديده نفسه يكون بنفس الهاردوير اللي موجود عندك، تمام؟ فمش هيبقى فيه نيو هاردوير، بس انت محتاج وقت زياده عشان تاخد الاوبزرفيشن الجديده، فده هيعطلك عن اتخاذ القرار، فيبقى هنا في كوست هنعبر عنه بسي. ممكن يكون الكوست ده اكتشوال كوست، يعني انت عشان تلم اوبزرفيشن جديده اكتشوال محتاج تحط هاردوير جديد او حاجه زي كده. ممكن الكوست ده ممكن يكون عباره عن اوفر هيد في السيستم، محتاج تبعت اشارات من حته لحته بشكل معين، تمام؟ فده عباره عن ابستراكت فاليو بيديك الكوست اوف اوبتيننج وان مور ميجرمنت، تمام؟ طيب فانت عشان تكمل، لو انت كملت بيزيكلي انت عندك الاكسبكتد كوست لو انت عملت كونتينيو، لو انت القرار بتاعك كان كونتينيو هو السي اللي هو تكلفه ان انت تاخد وان مور ميجرمنت زائد الترم ده. الترم ده عباره عن ايه؟ نبص كده عليه كويس. هي الجي فانكشن، خلاص احنا قلنا الجي فانكشن هتبقى عباره عن ايه؟ المينيمم كوست، تمام؟ ده المينيمم كوست، تمام؟ اللي انت بتبقى يو هاف تو انكور لو انت عملت ديسيجن عند الستيج ام، وهو بيكون المينيمم ما بين ان انت تقول اتش الكوست ان انت تقول اتش 0 والكوست ان انت تقول اتش 1، والجديد دلوقتي اللي بيتكلم عنه هو كوست ان انت تقول ايه؟ تو كونتينيو. فدلوقتي جي ام بلس 1 هيكون عباره عن ايه؟ ده الكوست ان انت مش هتوقف في ستيج ام، لا، لانك انت هتاخد ميجرمنت جديده، فانت هتروح للستيج ام بلس 1 وهيبقى مطالب منك ان انت تعمل ديسيجن بيزد على الميجرمنتس ار 1 ار 2 لغايه ار ام بلس 1. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى الكوست ده هو الكوست ان انت هتروح لايه؟ المرحله الجايه، وفي المرحله الجايه، المرحله الجايه مفيش ضمان ان انت تقف، تمام؟ انت برضه هتبقى الا لو انت الا طبعا لو انت كانت المرحله ام بلس 1 دي هي بتساوي ان، فخلاص انت مضطر ان انت تقف، لكن جنرالي سبيكينج يبقى انت برضه في الخطوه الجايه هتضطر ان انت تقول اتش 0 واتش 1، وعندك البوسيبيليتي ان انت تكونتينيو للستيج ام بلس 2، تمام؟ خلي بالك من حاجه، ان انت وانت بتران السيستم، تمام، انت بتسال نفسك سؤال، ايه الكوست ان انا اكونتينيو؟ فالكوست ان انا كونتينيو هو الكوست ان انت تاخد وان مور ميجرمنت زائد الكوست بتاع الديسيجن اللي هتاخده، اللي هو ممكن يكون الكوست ان انت تقول اتش 0 في المرحله الجايه، او ان انت تقول اتش 1 في المرحله الجايه، او الكوست ان انت في المرحله الجايه برضه هتقول كونتينيو وتاخد وان مور اوبزرفيشن. خلي بالك ان الاوبزرفيشن ار ام بلس 1 لسه ما جاتلكش، يعني انت وانت بتشغل السيستم ده زي ما قلنا بتعمل ايه؟ بتاخد الاوبزرفيشن ار 1، بتحسب، يبقى انت من ار 1 تحسب ايه؟ الالفا 1، وبعدين تعمل الديسيجن بتاعك. لو انت رحت للمرحله الثانيه هتاخد ار 2 وبعدين تحسب الفا 2 وهكذا. دلوقتي وانت في المرحله ام، اما جالك ام اوبزرفيشنز بتسال نفسك ايه الاحسن اللي انا اعمله دلوقتي؟ ايه اللي تكلفته علي اقل؟ ان انا اقول اتش 0 دلوقتي، ولا انا اقول اتش 1 دلوقتي، ولا ان انا اعمل كونتينيو؟ طب لو انا عملت كونتينيو معناها ايه؟ ان انا هاخد وان مور ميجرمنت. طب لو هاخد وان مور ميجرمنت انا ما اعرفش الميجرمنت دي لسه ما خدتهاش، انا لسه بحاول دلوقتي وانا في الستيج ام احدد المفروض اعمل ايه. فعشان كده اللي هتقدر تحسبه هو الاكسبكتد كوست، فهتعمل اكسبكتيشن على الايه؟ الاوبزرفيشن ار سبسكريبت ام بلس 1 كونديشند على الاوبزرفيشنز ار 1 ار لار 2 لغايه ار ام، اللي هم دول اوريدي معاك. خلي بالك ار 1 وار ام دول اوريدي، دول معروفين اوريدي نون، تمام؟ فحاول تبص على الترم ده شويه وتفهم هو ليه ده الاكسبكتد كوست لو انت ايه؟ عملت كونتينيو، تمام؟ فمعنى كده الكلام الصح بقى، يبقى هي دي الفانكشن جي، تمام؟ دي مهمه جدا وهي دي الاساس بتاع الايه؟ البايجن ابروتش عشان نحل مساله السيكونشال ديتكشن. ومساله السيكونشال ديتكشن تعتبر جزء او كلاس من المسائل بنسميها الاوبتيمال ستوبنج بروبلمز. اوبتيمال ستوبنج بروبلمز كلهم حاجه زي كده، يعني اوبتيمال ستوبنج معناها ان انت بتعمل حاجه سيكونشلي وبتسال نفسك السؤال امتى اقف؟ هنا في الحاله بتاعتنا امتى اقف واعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش 0 او اتش 1، تمام؟ ولا الاحسن لي ان انا ما اقفش وان انا اخد وان مور اوبزرفيشن. بس في مره ثانيه في كلاس اوف بروبلمز فيري جنرال عن الحاله اللي احنا بنتكلم عنها، ممكن تقروا عنه، اسمه الاوبتيمال ستوبنج بروبلمز.
طيب يبقى هي دي بقى الفانكشن اللي انا هشتغل بيها. الفانكشن دي هي عباره عن ايه؟ ده المينيمم كوست. المينيمم كوست لو انت اخدت الايه الديسيجن بتاعك، الديسيجن بتاعك عند الاي ستيج ام بعد ما بقى معاك ام اوبزرفيشنز ار 1 لغايه ار ام، هو المينيمم بتاع ان انت تقول اتش 0 او تقول اتش 1. دول خلاص دول احنا عارفينهم من قبل كده، لكن الجديد ان انت كمان تقارن مع الكوست ان انت ايه تو كونتينيو. الكوست ان انت تكونتينيو هو سي، اللي هو الكوست ان انت هتاخد اوبزرفيشن جديده زائد المينيمم، زائد المينيمم كوست اللي هو عند الستيج ام بلس 1، وده هتعمل له اكسبكتيشن على الاوبزرفيشن ار ام بلس 1، لان ات ستيج ام انت لسه ما تعرفش ايه، ما تعرفش ايه اللي هيجي لك. تمام؟ خلي بالك من حاجه، ان احنا الكلام ده فاليد لو ام بتساوي 1 و2 لغايه ان ماينس 1. لو ام بتساوي ان مش هيبقى عندنا غير ترمين بس، لان احنا لو وصلنا للستيج الاخرانيه خالص ما عنديش الاوبشن ان انا تو كونتينيو، لازم اخد قرار ان فيفر اوف اتش 0 او ان فيفر اوف اي اوف الاتش 1. بنجيب الثريشولدز ازاي؟ بنحل المعادله دي. هتقول لي معادله ايه؟ المعادله هنا هتلاقي ان انت عندك الفانكشن جي سبسكريبت ام فانكشن في الجي سبسكريبت ام بلس 1. فاللي احنا بنعمله ان احنا بنبدا بالفانكشن جي سبسكريبت ان وبنرجع لورا، فعشان كده دي حاجه مشهوره في الدايناميك بروجرامنج اسمها الباكورد اندكشن. يعني بمعنى اخر، عند الستيج ان زي ما قلنا قبل كده هنعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش 1 لو كان الكوست بتاع ان انت تقول اتش 1 اصغر من الكوست ان انت تقول اتش 0، اذروايز هتقول اتش 0. ده معناه ان انت في اخر ستيج خالص. المساله سهله جدا، يبقى احنا هنحسب الفا ان وهنقارنه بالثريشولد اللي هو عباره عن الكوستس دي، لو اكبر هنقول اتش 1 لو اصغر هنقول اتش 0. مساله ديتكشن عاديه بثريشولد واحد. ليه بثريشولد واحد؟ لان انا كده وصلت للستيج ان. تمام؟ طيب يبقى انا لو ما كان كل قراراتي كونتينيو 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 لغايه الستيج ان، يبقى في الستيج ان هحسب الالفا ان بعد ما يجي لي الاوبزرفيشن ار ان، وبعد كده ايه هقارنها بالثريشولد ده واحدد اتش 1 او اتش 0 وخلصت المساله. طيب طب المفروض اعمل ايه في الستيج ان ماينس 1؟ هستخدم المعادلات اللي فوق عشان اكتب الستيج ان ماينس الجي اوف ان ماينس 1 كفانكشن في ايه؟ كفانكشن في الجي اللي هي سبسكريبت ان. تمام؟ واهو ده الافرجنج اللي انا بتكلم عنه، بتعمل افرجنج على الايه؟ على الاوبزرفيشن اللي هي هتجي لك، لان انت في الستيج ان ماينس 1 انت بتسال نفسك السؤال اقول اتش 0 اقول اتش 1 ولا اكمل؟ فاكمل دي انت لسه ما خدتش القرار. لو خدت قرار تكمل ساعتها هتجيب الاوبزرفيشن ار ان، لكن قبل ما تاخد القرار ده بالنسبه لك الار ان مجهول، فعشان كده انت بتعمل افريجنج عليها. تمام؟ وهنا طبعا هفترض ان عندي الاوبزرفيشنز للتسهيل ان هي كونديشنالي اندبندنت جيفن الهايبوثيسيس. تمام؟ وبالتالي الكميه دي هقدر اكتبها ان هو السميشن ده، السميشن اوف السميشن اللي هو عباره الترم الاولاني هو اللايكلي هود ار ان جيفن اتش 0 في 1 ناقص الفا n minus 1 زائد ال b of r n conditioned على h 1 في الفا n minus 1. تمام؟ والالفا n زي ما قلنا هي function في الالفا n minus 1 عن طريق الايه؟ عن طريق الاكسبريشن ده. فمعنى كده ان انت ايه؟ لو عرفت تجيب الفانكشن دي، تمام؟ تقدر تجيب الفانكشن اللي هي بالسبسكريبت n، تقدر تجيب الفانكشن اللي هي بالسبسكريبت n minus 1. تمام؟ انا هحط كود، الكود ده هيوريك بالظبط احنا ايه بنعمل ايه عشان نحل ونجيب الايه ونجيب الثريشولدز. بصفه عامه بيكون عندنا مثلا في الستيج ان ماينس 1 هيكون عندنا الترم الاولاني عباره عن ايه؟ لو انت جيت ترسم الترم الاولاني هيبقى خط بالشكل ده. تمام؟ بيزيد مع الالفا ان ماينس 1. تمام؟ بيزيد مع الالفا ان ماينس 1 لان احنا دايما هنفترض ان السي 0 1 اكبر من السي 0 0. اكيد ان انت الكوست ان انت تعمل ديسيجن غلط اكتر من الكوست ان انت تعمل ديسيجن صح. الترم الثاني اللي هو مناظر ان احنا نقول نعمل ديسيجن ان فيفر اوف هايبوثيسز اتش 1 ده هيكون بيقل، لان برضو بنفس الكلام
السي 1 0 هيكون اكبر من السي 1 1 تمام، وبعدين هيكون في الترم الثالث ده شكله معقد، فمثلا ممكن يكون هو الايه الكيرف اللي لونه ازرق بالشكل ده، وهو كيرف على فكره بيطلع كونكيف، بيطلع كونكيف وبيكون عند الزيرو وعند الواحد بيكون اعلى، عند الزيرو اعلى من الكيرف الاحمر وعند عند الواحد اعلى من الكيرف الاخضر، ودي حاجه احنا ممكن نثبتها ماثيماتيكلي بس ايه مش هنخش في التفاصيل دي. وبالتالي انت عندك المينيمم بتاع ثلاثه فانكشنز، اللي انت تاخد المينيمم بتاع ده ولا ده ولا الشكل اللي هو الكونكيف، فمين مين المينيمم؟ لغايه النقطه التقاطع دي المينيمم بيجي لك من الكيرف اللي هو المناظر ان انت تقول اتش 0، وبعدين بين النقطه دي والنقطه دي المينيمم بيجي لك من كيرف اللي هو الترم الثالث اللي هو بيقول لك كونتينيو تيك وان مور سامبل، وفوق النقطه دي بيكون المينيمم جاي من الكيرف المناظر للديسيجن اتش 1. وبالتالي انت لو تقدر تحسب الايه الفانكشنز دي تقدر تجيب التقاطعات، ومن التقاطعات تقدر تجيب التو ثريشولدز اللي هي تحت واحد منهم هتقول اتش 0، فوق الثاني هتقول اتش 1، وبين الاثنين هتقول كونتينيو. وده مثال للتو ثريشولدز، دي الكوستس اللي انا اشتغلت عليها، وافترضت هنا ان الكوست بتاع تيكينج وان مور سامبل عباره عن 0.03، وافترضت ان اللايكلي هودز عباره عن جاوسيان بفاريانس بيساوي 1، والمين في اندر اتش 0 بماينس 1، والمين اندر اتش 1 ب1، فيطلع ادي دي الثريشولدز اللي عندنا في كل مرحله. تمام؟ وهنا هتلاحظ ان الثريشولدز الابر ثريشولد قريب قوي من الواحد واللور ثريشولد قريب قوي من الصفر. لو عليت الكوست خليته سي بتساوي 0.2 نلاقي ان الابر ثريشولد قل عن الواحد واللور ثريشولد قل عن الايه زاد سيجنيفيكنتلي عن الصفر، فقارن الشكل ده اما كوست ب 0.2 والشكل ده اما الكوست كان بيساوي 0.03. الكلام ده على فكره منطقي جدا، اما الكوست يزيد ايه اللي يحصل؟ اما الكوست يزيد زي في الحاله دي معناها ان انت بتتكلف كتير عشان تلم one more observation، فالمسافه ما بين التو thresholds بتقل، معناها ان انت بيكون عندك احتماليه اكتر ان انت في اي ستيج تقول ايه تقول اتش 0 او اتش 1، تخلص نفسك تاخد الفاينل ديسيجن لان الكوست عالي ان انت ايه ان انت تاخد one more observation. اما يكون السي ب 0.03 زي في الحاله دي الكوست اوف تيكينج one more observation يعتبر صغير، وبالتالي ايه المشكله ان انت تقعد تلم observations وتعمل الفاينل ديسيجن عند الستيج الاخرانيه؟ انا هنا افترضت ان انت الماكسيمم نمبر اوف observations اللي انت ممكن تجمعها عباره عن 20. تمام؟ يبقى الفرق بين الشكلين دول تمام؟ هنا يعني انت هتاخد الاوبزرفيشن الاولانيه لو انت وتحسب الالفا 1، لو الفا 1 اكبر من النقطه دي تمام بين النقطه دي وبين الواحد يبقى انت هتقول اتش 1، لو الفا 1 اصغر من النقطه السوداء دي والصفر هتقول اتش 0، ولو في النص هتقول كونتينيو، وهتمشي هكذا لغايه اما تقرب من ايه من اخر ستيج. مره تانية هتلاقي ان انت عندك احتمال تقول اتش 1 او اتش 0 يعتبر صغير. ليه؟ لان بالمنطق الكوست اوف جاذرنج الكوست اوف جاذرنج مور سامبلز يعتبر كوست ايه صغير، فعشان كده مفيش عندك مشكله ان انت تقعد لغايه اما تكون كام، لغايه اما تكون الكولكشن كلها من الاوبزرفيشنز اللي هو في حالتنا دي عباره عن 20